كلام من القلب، الحلقة 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، متتبعي ومتتبعات برنامج كلام من القلب، من الإخوة ديالنا من الجالية المغربية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية وسائر بلاد العالم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسعيد مرة أخرى باش نعود نتلقى بكم في هذا البرنامج في حلقة جديدة. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية على تعايش بين أهل الديانات السماوية، وللأساس ديالو قول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وحتى يعني الناس اللي من غير أهل الكتاب بحال المجوس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي تعاملوا معهم كما تتعاملوا مع أهل الكتاب. أساس التعامل بين المسلمين وبين غيرهم من أهل الديانات أخرى هو احترام إنسانية الإنسان، هو عدم التطاول والاعتداء والاستعلاء، وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فالرب واحد والخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. البلاد ديالنا المملكة المغربية الشريفة عاشوا فيها المسلمين مع اليهود أمة واحدة قبل ما يدخلوا الأمازيغ للإسلام، وقبل ما يجيوا العرب ويستقروا في المغرب كان اليهود مستقرين تعيشوا مع الأمازيغ شعب واحد، وكانوا كيتكلموا باللغة الأمازيغية، وكان فيهم اللي ساكن في الجبال وكان اللي ساكن في الوطن، وكانوا كيلبسوا نفس اللباس ونفس العادات إلا ما تعلق بالدين، أي بشعائر تعبودية. لما دخلوا الأمازيغ الإسلام بقوا اليهود على الدين ديالهم، وبقات الأماكن ديال العبادة ديالهم محترمة، ونفس الأمر بالنسبة للمسلمين اللي بنوا المساجد وبنوا المدارس العتيقة، والكل كيعيش في أرض واحدة في ظل إمارة المؤمنين الحامية لحمى الملة والدين والراعية لحقوق المواطنات والمواطنين، كيعيشوا كمواطنين في أرض واحدة، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، للمسلمين مساجدهم ولليهود معابدهم، البيع ديالهم والصلوات ديالهم، وفي السوق كيتباعوا وتشاراو، وفي اللباس كيلبسوا نفس اللباس، فوقية وجلابة والفرجية والرزة، وكانوا كيتكلموا اللغة الأمازيغية، ولما كتسمع هذاك اليهودي يتكلم باللغة الأمازيغية ما كتفرقش بينه وبين المسلم تماما، حتى كتدوي معاه وتتكلم معاه وكتعرف بأن الدين ديالو هو اليهودية. وصل التعايش بين المسلمين واليهود الأوج ديالو
بعد ما وقع اللي وقع في الأندلس وخرجوا المسلمين من الأندلس، جاءوا معهم اليهود اللي كانوا مستقرين في الأندلس واستقروا في المغرب، في شمال المغرب، وجابوا الثقافة ديالهم والعادات ديالهم والتقاليد ديالهم اللي كانت متشابهة ما بين المسلمين وبين اليهود، إلا ما كان كما قلنا من الشعائر الدينية. وتبنوا الملاحات اللي كانوا خاص يعني أماكن ديال السكنة خاصة باليهود، وسكنوا فيها حتى بعض المسلمين، سكنوا في ديك الملاحات، وسكنوا اليهود أيضا مع المسلمين، وكانوا كيتعايشوا. اليهود كيعرفوا المناسبات الدينية ديال المسلمين وكيحترموها وكيقدروها، ونفس الأمر بالنسبة للمسلمين. بل وصل الأوج ديال التعايش ديال المسلمين مع اليهود في المغرب إلى أن المرأة المسلمة كانت كترد البال للوليدات ديال اليهودية لما كتخرج كتمشي لشي شغل، وكذلك المرأة اليهودية كترد البال للوليدات المسلمة لما كتخرج لشي شغل. بل عدد من النساء اليهودية تردعوا بعض الأطفال المسلمين، وعدد من النساء المسلمات تردعوا بعض الأطفال ديال اليهود، وبقى الأمر كذلك حتى قرروا اليهود أنهم يعني هاجروا لبلاد العالم، وقل عدد ديالهم بعد ما كانوا كتار في المغرب. بل في بعض المناطق كانوا اليهود أكثر من المسلمين، الساكنة اليهود كانوا أكثر من المسلمين، بحال في الصويرة في بعض الأوقات. بل كانت بعض الدواوير خاصة باليهود في سوسة عندها. هذا التعايش كان نموذجي، رغم أنه كانت كتجي بعض الحالات وبعض الأوقات اللي كيوقع بعض يعني بعض المناوشات، وهي مسألة طبيعية، لكن مع عمرها أدت إلى أن يعتدي المسلمون على اليهود أو أن يتطاول اليهود على المسلمين. الكل كان كيعيش في ظل إمارة المؤمنين الحامية لحمى الملة والدين والراعية لحقوق المواطنات والمواطنين. وهذا الأمر هذا ما خدوش المغاربة غير من تقاليد ديالهم القديمة قبل الإسلام، ولكن ترسخ الأمر بالمبادئ ديال الإسلام اللي كتأمر المسلمين أنهم يتعاملوا مع أهل الديانات السماوية يعني بالاحترام وبالتقدير، بدليل قول الله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وأيضا بدليل قول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وأن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بغى يبني الدولة الجديدة في المدينة دار معاهدة مع اليهود، ولما وقع اللي وقع من 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 من, من اليهود ديال المدينة حين خانوا وحين وقع منهم واحد التجاوز وتم طردهم، بقوا عدد من اليهود مستقرين في المدينة لأنهم حافظوا على هذاك العقد ديال المواطنة اللي حفظ لهم الحقوق ديالهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرونة عند يهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جار يهودي كان يحسن إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرت أمامه جنازة اليهودي قام لها، فقالوا للصحابة: إنها ليهودي. وهما كيستحضروا ديك يعني العداوة اللي أعلنوها بعض اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليست نفسا. هذا الأمر هذا كيشرنا لواحد الأمر مهم جدا ولا بدنا نتكلم عليه ونبينه، هو أن الأصل في العلاقة ديال الناس فيما بينهم هو أنهم كلهم عباد الله رغم اختلاف دياناتهم. وهذا كيجرنا القضية أكد عليها الدين، وهو أن الخلق البشر كلهم عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. الكلمة السواء اللي قالها الحق سبحانه وتعالى هو كيوجه النبي صلى الله عليه وسلم لكيفية التعامل مع أهل الكتاب. الكلمة السواء هي توحيد الله تبارك وتعالى، فالناس كلهم قادين هم الحق سبحانه وتعالى،
وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل للعربيين على عجميين إلا بالتقوى. هذا موضوع آخر، وموضوع المساواة نخليه إن شاء الله الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.